وسهلا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا. انظروا، اليوم لدي اللعبة جدا ممتعة ومسلية كثيرا، إنها Bad Dog. واو، Beware of the Dog، مناسبة أيضا. انظروا، من سن 5 سنوات فما فوق. مخيف. حسنا، علينا ان نحذر من هذا الكلب النائم. ايضا ان هذا الكلب النائم سوف يقوم بعمل بعض الاصوات. واو، انظروا، واو، انظروا الى هذه اللعبة. سوف اخبركم بالفكرة. فكرة هذه اللعبة اصدقائي انه يوجد لدينا هذا الكلب السيء الغاضب. يا الهي، كم هو مخيف. ومعه ايضا هذه العظمات الصغيره التي تتمثل بطعامه. ويوجد ايضا لدينا بعض الكاردز التي سوف نقوم بسحبها مع اصدقائنا. انا سوف العب اليوم مع صديقتي الصغيره، صديقه ديزني فور اول. مرحبا يا صديقتي. مرحبا، هل انت متحمسه لان نقوم باللعب بهذه اللعبه؟ نعم طبعا. حسنا، هيا يا أصدقائي لنقوم بفتحها واستكشافها معا. لنرى ماذا لدينا هنا. انظروا، طبعا أهم شيء في هذه اللعبة هو هذا الكلب. قولي إلي، أنا خائفة منه منذ الآن. حسنا، سوف أقوم بإخراجك. انظروا يا أصدقائي، قولي إلي، كما أن العينان. انظروا بهذا الشكل. انظروا يا اصدقائي، يكون هكذا نائم ثم سوف تنفتح فيما بعد. حسنا، سنكتشف، ولكن اعتقد انه علينا ان نضع البطاريات. حسنا، كيف سنثبت هذا الكلب الصغير؟ اجلس هنا يا عزيزي. حسنا، لدينا هنا، انظروا، هذه القاعدة التي سوف نثبت عليها هذا الكلب. نحتاج الى البطاريات، وسوف نضع هذا الكلب هنا. حسنا، ايضا ماذا لدينا؟ انظروا، لدينا هذا هنا. انظروا يا اصدقائي، لدينا هنا ماذا؟ سوف اخبركم. طبعا لدينا كتيب او ورقة التعليمات. ها هي، وها هي الكارد. انظروا، انظروا لهذه العظمة الصغيرة، يا الهي جميلة. حسنا، سوف اضع هذه، لا ليس الان، عندما اقوم بتركيب البطاريات. انظروا، لدينا هنا هذه الكارد، سوف اخبركم ما الفائدة منها. ثلاث عظمات، اثنان، واحدة حمراء، واحدة حمراء، ثلاثة بيضاء، وثلاثة بيضاء، اثنان بيضاء، الأصفر أيضا بعدد ثلاثة، وأزرق. إذا لدينا من الأعداد تكون من واحد أو اثنان أو ثلاثة عظمات في كل كلب. انظروا أيضا، والألوان تكون مختلفة، يكون لدينا اللون الأحمر والأزرق والأبيض والأصفر. ها هي، حسنا. حسنا يا أصدقاء، انظروا، ها هي، قد قمت بترتيبها بشكل جيد حتى لا تكون مكررة. والآن لن أنظر إلى الكارد، بل سأضعها هنا. حسنا، ماذا لدينا هنا أيضا؟ انظروا، لدينا هذا الماسك. انظروا، على شكل يدان صغيرتان، كم هذا جميل. واو، هذا الذي سوف نمسك به، نحاول إمساك العظم من هنا دون أن يشعر بنا هذا الكلب الصغير الغاضب، يا إلهي. وهنا هي هذه العظمات. إذا قمنا مثلا بشكل عشوائي بسحب كارد، وانظروا ماذا لدينا، لدينا عظمتان بيضاء. إذا علينا أن نقوم على اللاعب الذي قام بسحب هذه الورقة أن يسحب عظمتان باللون الأبيض. يا إلهي، كم هذا صعب. طبعا يجب أن يكون حذر جدا حتى لا يستيقظ الكلب. إذا استيقظ الكلب سوف يقوم بإصدار صوت جدا مخيف، وسوف يقوم بإفزاعنا. حسنا، لنرى هنا ماذا لدينا. حسنا، هذه هي الطريقة. إنها باللغة الصينية، كما هذا رأى هنا باللغة الإنجليزية يا أصدقائي. انظروا، how to play this toy، ها هي التعليمات. انظروا يا أصدقائي، ها قد قمت بتثبيت هذا الكلب المشاكس هنا بهذا الشكل. هل ترى؟ لقد قمت بتثبيته هنا، وقمت بوضع ثلاث بطاريات.
3 بطارية. الآن سأغلق هكذا. والآن لدينا هذا الماسك يا صديقتي. الآن سوف نضع هذه الكاردز هنا. يمكنكم يا أصدقائي أن تضعوا هذه الكاردز هنا، وكل لاعب يمكن أن يكون 2 أو 3 أو 4 كما يحلو لكم. الذي سوف يوقظ الكلب هو الذي سوف يخسر. علينا أن نكون حذرين جدا عند سحب هذه العظمات. أيضا عدد الكاردز لكل لاعب كما يحلو لكم، يمكن أن يأخذ كل لاعب 3 أو 5، يمكن أن تضعوها هكذا وكل واحد من اللاعبين يسحب بالتناوب. أنا سوف أختار ماذا؟ أن أضعها هنا وأسحب بالتناوب، أو يمكننا أن كل واحد مثلا يأخذ عدد معين 3 أو 5. أنتم تضعون القوانين كما يحلو لكم. والذي سوف يوقظ الكلب سوف يخسر. أنا وصديقتي وضعنا بعض القوانين، قلنا سوف نضع هذه الكارد هنا، لن نقوم بتوزيع الورق بهذا الشكل، فكل شخص منا سوف يقوم بسحب كارد واحد. علينا على كل لاعب أن يحرز 3 نقاط، هكذا أنا وضعت هذه القوانين. يمكنكم أن تضعوا قوانين أخرى بأن الذي سوف يحصل على 4 نقاط سوف يكسب، الذي يحصل على 5 نقاط أولا سوف يكسب كما يحلو لك. أنا وصديقتي قلنا الذي سوف يحصل على 3 points first هو سيكون الوينر الفائز. حسنا هل أنت مستعدة؟ نعم. ياي لنبدأ. حسنا الآن سوف أضع هذا على وضع on بهذا الشكل. انظروا يا أصدقائي، أولا عليكم أن تجلسوا الكلب هكذا، ثم تلفوا رأسه للجهة هذه الجهة اليمنى بهذا الشكل. انظروا إنه نائم. أوه حسنا سوف أقوم بماذا؟ قوم بتشغيل on. سوف تربح هذه البدلة الصغيرة يا إلهي. حسنا أتمنى أن أحصل على عظمة واحدة.
انتي النقطة الثالثة. حسنا سنكمل. هل خفتي؟ نعم انه تو سكيري، مخيف جدا. حسنا الان لدينا تعادل 2-2 وخسرت نقطة وصديقتي خسرت نقطة. الان سوف اسحب مرة اخرى. ايه ده يا عزيزي انت مزعج. عظمة باللون الاصفر. حسنا اتمنى ان استطيع. جديد من ديزني فور اول، ولا تنسوا عمل لايك اذا اعجبكم الفيديو. حسنا يا اصدقائي اراكم في فيديو جديد مع العاب جديدة. الى اللقاء.